خدمة تجديد ترخيص نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. مرحبا بكم في المقطع الفيلمي للخدمات الذكية على تطبيق هيئة الأوراق المالية والسلع. يتضمن هذا المقطع الفيلمي عرضا توضيحيا لخدمة تجديد ترخيص نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي. عزيزي العميل، تستقبل الهيئة طلبات تقديم الخدمة عبر القنوات التالية: الحضور الشخصي لمقر الهيئة بأبوظبي أو فرعها بدبي، الخدمة الإلكترونية المقدمة من الموقع الإلكتروني للهيئة www.ska.gov.ae، أنظمة الأجهزة الذكية حيث يمكنكم تحميل التطبيق الخاص بالهيئة من موقعنا الإلكتروني مباشرة أو من خلال مراكز التطبيقات المختلفة أبل ستور، جوجل بلاي، بلاك بيري وويندوز فون، وقم بالبحث عن سكا UAE. بعد الانتهاء من تحميل التطبيق ومن على الصفحة الرئيسة، اذهب إلى القائمة الرئيسية واختر الخدمات الذكية. من على قائمة الخدمات الذكية اختر رابط تجديد ترخيص الاستشارات المالية. على صفحة الخدمة ستجد كل المعلومات عن الخدمة وأيضا طرق الاتصال بمقدمي الخدمة وأوقات عملهم الأساسية. يرجى مراجعة المستندات المطلوبة والتأكد من تحققها على هاتفك قبل البدء بتقديم الطلب. اضغط على الرابط قدم الطلب بالأعلى للمتابعة. ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصتين بحسابك لدى الهيئة. إذا لم يكن لديك حساب لدى الهيئة فيمكنك التواصل معنا لفتح حساب جديد، فقط قم بالضغط على رابط اتصل بنا. من خلال حسابك الخاص يمكنك مراجعة البيانات العامة لشركتك وأيضا التحقق من عدم وجود مخالفات. من القائمة العلوية اضغط على رابط المرفقات وابدأ بتحرير المستندات المطلوبة عن طريق الضغط على اختر، ثم قم باختيار صورة المستند من على هاتفك مباشرة. ستظهر لك رسالة عند الانتهاء من رفع المستند بنجاح. قم بحفظ الطلب قبل الانتقال إلى تحرير مستندات أخرى عن طريق الضغط على رابط الحفظ بأسفل الصفحة لعدم ضياع أي بيانات قمت بإدخالها. لاحظ أن المرفقات الاختيارية تحمل علامة خضراء، أما الإلزامية فتحمل العلامة الحمراء. عند الانتهاء من رفع جميع المستندات قم بإرسال طلبك عن طريق الضغط على رابط حفظ وإرسال بأسفل الصفحة. سيتم إرسال رسالة إلى بريدكم الإلكتروني الخاص لتأكيد نجاح الطلب أو رفضه، أو حتى في حالة وجود بعض المستندات الناقصة. في حال وجود أي ملاحظات يرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني licensing@ska.ae. شكرا لاستخدامكم الفيديو التعليمي للخدمات الذكية من هيئة الأوراق المالية والسلع.